الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. ما تنسوناش بلايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. في هذا اللقاء هنتكلم عن تفسير رؤية اللبن الفاسد في المنام. اللبن الفاسد في المنام من علامات ارتكاب صاحب الحلم الكثير من الذنوب والمحرمات في الفترة الحالية من حياته. لو كان اللبن الفاسد موجود في حلم البنت العزباء، دل ذلك على ارتباط هذه البنت بشاب سيء السمعة، وعليها الحذر من ذلك. اللبن الفاسد في المنام بشكل عام قد يكون من علامات مرور صاحب الحلم بالكثير من المشكلات والصراعات في الفترة الحالية من حياته. فساد اللبن في الحلم يشير إلى فساد عمل صاحب الحلم، لأنه يتبع هذه الأعمال بالأفعال المحرمة التي تجعل العمل لا بركة فيه. شرب اللبن الفاسد أيضا ربما يشير إلى كسب صاحب الحلم المال الحرام من العمل الذي يعمل فيه. لو كان اللبن الفاسد في حلم المرأة المتزوجة، فإن ذلك يكون من علامات عدم شعورها بالسعادة والرضا عن الحياة الزوجية التي تعيشها هذه المرأة. اللبن الفاسد في منام الحامل في الشهور الأولى يكون من علامات عدم اكتمال هذا الحمل وتعرضها للإجهاض. رؤية اللبن الطازج تشير إلى السعة في الرزق التي سوف يحصل عليها صاحب الحلم في الفترة القريبة المقبلة. يؤكد مفسرون الأحلام أن اللبن الرائب بشكل خاص يشير إلى اتصاف صاحب الحلم أنه شخصا متسامح وطيب القلب ومحب للآخرين. لو كان صاحب الحلم يعاني من أي أزمات أو مشاكل في هذه الفترة من حياته، فإن رؤيته اللبن الرائب في الحلم تبشره بانقضاء هذه المشاكل والخروج منها بأمر الله تعالى. يدل شرب اللبن الرائب لمن يعاني من أي أمراض أو مشاكل صحية إلى تحسن الأحوال لدى هذا الشخص والشفاء العاجل له في القريب إن شاء الله. يشير اللبن الرائب في الحلم إلى كثرة الرزق التي سوف يحصل عليها صاحب الحلم في الفترة المقبلة القريبة. يدل اللبن الرائب على أن صاحب الحلم يحصل على المال الحلال من العمل الحالي الذي يعمل فيه. لو أن المطلقة شربت من اللبن الرائب وكانت تعاني من التعاسة والحزن، فإن ذلك قد يكون بشرى بها بالفرج بعد الضيق لدى هذه السيدة. تنسوناش بقى يا اخوانا بلايك وشير والاشتراك في القناة، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير، ونفع الله بكم حيثما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.